الحضور 48 موافقة على طلب طرح الثقة 16 عدم موافقة 32 يجدد المجلس الثقة بالأخ الوزير نايف الحجرف. للمرة الثانية في غضون أسبوعين مجلس الأمة يجدد الثقة في وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ب 32 عضوا رفضوا طرح الثقة بالوزير. اليوم بالتأكيد هو يوم ديمقراطي من الطراز الأول مورس فيه أرقى ممارسات الديمقراطية مارس الشعب الكويتي من خلال ممثليه، حقوق دستورية نص عليها الدستور، تعاملنا كحكومة مع هذه الحقوق بكل احترام وبكل تقدير انطلاقا من القسم العظيم الذي أقسمناه بأن نحترم الدستور وقوانين الدولة. لله الحمد الثقة التي حصلنا عليها اليوم المرة الثانية في أقل من شهر هي مسؤولية أكبر على عاتقنا أن نكون مخلصين للوطن والأمير وأن نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق ونذود عن عريات الشعب ومصالحه وأمواله. النائب المستجوب محمد هايف أكد إعادة طرح قضية فوائد التأمينات مجددا إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق بإسقاط الفوائد. هذه القضية لن نهملها وسوف تعاد في دور الانعقاد القادم مهما كان الوزير. قضيتنا ليست قضية شخصية مع الوزير، لكن أي وزير مالية في دور الانعقاد القادم لا يطبق ما تم الاتفاق عليه من إسقاط الفوائد وتعديل قانون التأمينات سوف يتعرض لما تعرض له الحجرف. وتعتبر العطلة البرلمانية فرصة لتقريب وجهات النظر حول وضع الحل الأمثل لفوائد استبدال المتقاعدين في ظل تقديم عدد من المقترحات النيابية ووعد حكومي بإعادة النظر بالموضوع عبر التشريع. لتلفزيون المجلس طارق السهو.